السلام عليكم. رئيس سابق للموساد عاجزون عن تدمير كل مواقع إيران النووية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال الرئيس السابق لجهاز الموساد تامير باردو إن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على تدمير كافة المواقع النووية الإيرانية. وقال باردو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لم يتخذ بعد قرارا بشأن استراتيجية خاصة بإيران، رغم أنه يبدو أنه يميل إلى العودة إلى نهج الحكومة السابقة. وأضاف باردو متحدثا عن مؤتمر في جامعة رايمشمان: السؤال هو ما إذا كانت لدى إسرائيل استراتيجية فيما يتعلق بإيران. أعتقد أن إسرائيل ما زالت تفتقر إلى الاستراتيجية، لكن لا يبدو لي أن الاتجاه هو العودة إلى ما كان عليه من قبل، في إشارة إلى أوجه التشابه بين الحكومة السابقة وخطاب سابق ألقاه بنيت. وأضاف أن الاتفاق النووي مع إيران مع كل ثغراته فإنه له مزايا أيضا، وشدد على أنه لا يجب أن نتخاصم مع واشنطن علنا بشأن الاتفاقات والخلافات السياسية المتعلقة بإيران، داعيا إسرائيل إلى أن تعمل بهدوء خلف الكواليس لإقناع الولايات المتحدة بتحسين الصفقة. وتساءل: هل يمكننا التهديد بالحرب طوال اليوم؟ داعيا للامتناع عن مواجهة المنشآت النووية في إيران إذا لم تتوفر لإسرائيل القدرة على تدميرها بالكامل. وتابع: إيران ليست أوبرا، في إشارة إلى الاسم الرمزي للضرب على المفاعل النووي العراقي. وحدها الولايات المتحدة تعرف كيف تهاجم منشآت إيران النووية المتعددة، ونحن عاجزون بكل معنى الكلمة عن تنفيذ أي ضربة ضد منشآت إيران النووية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.